فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سلم المصلي بعد ركعتين في الرباعي، إذا سلم المصلي بعد ركعتين في الرباعية ناسيا وتذكر وأراد أن يكمل، فهل يبدأ الركعتين بتكبيرة إحرام؟ لا، ما يجوز زيادة. التكبيرة التي قام بها من السجود هي تكبيرة الانتقال، يكتفي بها، يعود ويتوجه للقبلة ويدخل في الصلاة من غير تكبير، تكفي التكبيرة التي قام بها من السجود. نعم. وأيضا يجلس، إذا كان يعود ويجلس ثم يقوم، يعود ويجلس مستقبل القبلة ثم يقوم ويكمل صلاته. نعم.